ولدت سوزانا فان ريشتهوفن في شهر نوفمبر من سنة 1983، وذلك بمدينة سان باولو في البرازيل. كان أبوها يشتغل كمهندس ألماني، وأمها كانت طبيبة نفسية برازيلية من الأصول اللبنانية، كما كان لها أخ أصغر منها بأربع سنوات اسمه أندرياسو من مواليد سنة 1987. كانت حياة عائلة سوزانا ممتازة من كل النواحي، فأهلها كانوا من الطبقة الراقية والغنية نوعا ما، وكانت ثروتهم تقدر ب 5.5 مليون دولار. درست سوزانا في إحدى الثانويات الألمانية، وبعدها أكملت مشوارها الدراسي بجامعة كاثوليكية في البرازيل، وتخصصت في مجال القانون والحقوق. في سنة 1999 بدأت سوزانا في تعلم رياضة برازيلية اسمها الجوجيتسو، وفي المكان أو النادي الذي كانت تتدرب فيه تعرفت على شخص اسمه دانيال كريفر. في بداية الأمر كانت علاقتهما عبارة عن أصدقاء، وبعدها تطورت ليصير دانيال عشيق سوزانا وحبيبها. عرف أهل سوزانا بالموضوع وكانوا موافقين على ارتباط بنتهم بدانيال، ولكن بعد فترة من الزمن غيروا رأيهم، لأنهم اكتشفوا أن دانيال ليس له عمل قار ولا يدرس حتى، واكتشفوا أنه مدمن مخدرات ووضعه سيء من كل النواحي. يعني باختصار عرفوا أنه شخص سيء، فصاروا آنذاك يطالبون سوزانا بالتخلي عنه وقطع علاقتها معه، ولكن سوزانا كانت ترفض دائما، وأصبحت علاقتها بدانيال أقوى من ذي قبل. استمرت سوزانا على هذا الحال لمدة طويلة، إلى أن جاء يوم من أيام شهر يوليو من سنة 2002. فذلك اليوم كان أهل سوزانا قد خصصوه كيوم عطلة، وخرجوا من البيت في رحلة استجمام. خلال هذه الفترة أحضرت سوزانا دانيال وأسكنته معها بالبيت لمدة شهر كامل، وذلك لحين عودة أهلها من الإجازة. عند عودتهم بدأت سوزانا بمطالبتهم باقتناء بيت لها كي تستقل عنهم وتعيش فيه هي ودانيال لحالهم، ولكن وبطبيعة الحال رفض أبوها هذا تماما، وقال لها أنها إن أرادت أن تعيش وحدها فيجب عليها أن تبحث عن عمل وتشتري البيت من مالها الخاص. وأكثر من هذا، فقد استمر والديها في الضغط عليها أكثر وأكثر كي تترك دانيال، لأنهم كانوا غير راضين عن علاقتها به. بعدها وفي يوم 31 أكتوبر 2002 ستقوم الشقراء سوزانا بالعديد من الأفعال الشريرة التي ستدمر حياتها بالكامل. طبعا وللتذكير فقط، فوقتها كان عمر سوزانا 19 سنة أو حتى أقل من 19 سنة بشهر تقريبا، وأخوها الذي يصغرها كان عمره 15 سنة. في تلك الليلة المشؤومة 31 أكتوبر، أخذت سوزانا أخوها الصغير بصالة ألعاب قريبة من المنزل، وقالت له بأن يبقى هناك ويلعب مع أصدقائه ويستمتع بوقته حتى تعود إليه. عادت بعدها للبيت وكان برفقتها دانيال وأخوها سوزانا أولا، وأطفأت كل أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة بالبيت، وبعدها صعدت إلى غرفة أمها وأبيها كي تتأكد أنهما نائمين. بعدما تأكدت سوزانا أن والديها يغطان في نوم عميق وأن الكاميرات لا تعمل، قامت بإدخال دانيال وكريستيان. جلست في صالون البيت وأمرت دانيال وكريستيان بالتوجه إلى غرفة والديها، وأخبرتهما أنهما نائمين،
وهنا صعد داني، وبمجرد دخولهما للغرفة وبعد تهديدهما لأبوي سوزانا بالمسدس، قاما بضرب والدي سوزانا على رأسيهما بالقطعة الحديدية، ولم يستعملا المسدس لعدم إثارة ضجيج بالمكان. ورغم قوة الضربات فإنها لم تكن كافية لقتل والديها اللذين بدأ في الصراخ. وهنا توجه دانيال للحمام بعد أن قام كريستيان بتكبيلهما وأحضر منشفة من هناك، وحاول خنق الأب والأم بها، ولكن محاولته باءت مرة أخرى بالفشل، ما دفعه للتوجه نحو المطبخ وأحضر وعاء مليئا بالماء، وأمسك الأب المسكين من رأسه وغطسه بذلك الوعاء. وهنا لم تنجح مقاومة الأب ومات على الفور. كرر دانيال نفس العملية مع الأم لكنه لم ينجح، وفي هذه اللحظة أحضر كريستيان كيسا بلاستيكيا ووضع دانيال رأس أم سوزانا داخلها وأحكم إغلاقه. ظلت المسكينة تقاوم إلى أن انقطع نفسها فماتت على الفور. بعد أن تأكد دانيال وكريستيان أن والدي سوزانا قد ماتا وأخبراها بذلك، صعدت سوزانا ببرود وهدوء كي تتأكد بنفسها أن العملية تمت. وبعدها بدأوا في تنفيذ الجزء الثاني من جريمتهم، حيث اتفقوا قبلا على إضافة بعض التغييرات في مسرح الجريمة بالبيت ليتبين أن الجريمة هي جريمة قتل من أجل السرقة. فبدأوا أولا بجمع الأموال الموجودة بالبيت وأخذوها، وبعدها رموا أوراقا نقدية فوق الأرض وأحالوا البيت لمكان تعمه الفوضى. حتى إذا حضرت الشرطة وعاينت حالة البيت فإنهم سيعتقدون أن من ارتكب الجريمة لن يكون إلا سارقا دخل يبحث عن أموال الضحيتين، فلما اكتشف أمره قام بتصفيتهما. لكن وبالرغم من ذلك لم ينتبهوا على أنهم قد تركوا بالبيت أشياء مهمة للغاية، فقد نسي الأخوان هاتفيهما بمسرح الجريمة بالإضافة إلى المسدس الذي كان يحمله دانيال وبعض الأشياء الخاصة بهم. ولكي يكملوا جريمتهم ويضللوا العدالة، اتجه دانيال وسوزانا إلى فندق بالمدينة واقتنيا غرفة هناك. أما كريستيان فتوجه لأحد المطاعم وجلس هناك يتناول بعضا من أطباق المأكولات. في حدود الساعة الثالثة صباحا خرجت سوزانا من الفندق وتوجهت نحو صالة الألعاب التي تركت فيها أخوها الصغير وأخذته وعاد للمنزل. وطبعا دانيال عاد إلى بيته هو الآخر كي يبعد كل الشكوك حوله. عند وصول سوزانا وأخوها للبيت تظاهرت سوزانا بصدمتها وبكائها عند رؤيتهما لوالديهما مقتولين، أما أخوها المسكين فلم يكن مصدقا لما جرى وكان مسعوقا من هول ما رأى. وهنا اتصلت سوزانا على الفور بالشرطة وبلغت عن الحادثة. عند حضور عناصر الشرطة والمباحث وبعد معاينة مسرح الجريمة والقيام ببعض التحقيقات، أول شيء تبادر إلى أذهانهم هو أن الجاني لا يمكن أن يخرج عن محيط أفراد العائلة، وقد أكد له شكهم هذا تلك الكاميرات المعطلة والتي لا يمكن لأحد أن يقوم بتعطيلها إلا إذا كان من داخل المنزل، كما أن الفوضى التي قام بها الجنات كانت منظمة وتوحي على أنها مفبركة. كما لاحظ أحد المحققين أن ملامح سوزانا لم يكن بها أي انفعال، وكانت هادئة وتتسم ببرودة مشاعرها اتجاه أمها وأبيها. والأدهى من هذا أنه بعد دفن والديها بثلاثة أيام ولوقاحتها احتفلت في اليوم الثالث من نوفمبر بعيد ميلادها. وهنا كان طبيعيا أن يضعها المحققون مباشرة في خانة المتهمين.
اكتشف المحققون بعد مدة أن سوزانا أصبحت تصرف الكثير من الأموال بمعية دانيال وكريستيان أخوه، بحيث كانوا يشترون أشياء باهظة الثمن ويدفعون مقابلها مبالغ كثيرة. وكان واضحا أنهم حصلوا على مبلغ كبير ومهم من المال. وهنا تم اعتقال الأشخاص الثلاثة للتحقيق. في بادئ الأمر أنكر الأخوان علاقتهما بالحادث، ولكن بعد تعميق البحث مع سوزانا ومواجهتها بالأدلة والبراهين، بالإضافة إلى متعلقات الأخوين التي عثروا عليها بمنزلها، انهارت سوزانا واعترفت بكل شيء، وانتهت التحقيقات كلها في ظرف أسبوع. بعدما انتشرت القصة عمت ضجة كبيرة كل أوساط البرازيل، وذلك بسبب أن الجريمة لم تكن متوقعة من سوزانا، خصوصا أنها لم يكن عندها أي مشاكل مع عائلتها أبدا، فهي كانت تعيش حياة رفاهية ولا ينقصها شيء. هي التي درست بأحسن المدارس والجامعات، وكان والداها يهتمان بها ويوفران لها رغده الحياة. ومع ذلك فقد تعاطف معها الكثير من المتابعين لهذه الجريمة البشعة، حيث كانوا يقولون أنها مجرد بنت عمرها 19 سنة، وحبيبها هو الذي لعب بعقلها وخطط للعملية برمتها طمعا بالأموال التي بحوزة أهلها، أو كنوع من الانتقام لأن أهلها كانوا يحاولون بشدة منع علاقتها معه. بعد 4 سنوات من ارتكاب الجريمة، يعني في سنة 2006، أتى يوم محاكمة الأضناء الثلاثة، اليوم الذي سيحصلون فيه على حكمهم النهائي. وفي المحكمة كانت سوزانا تقول إن دانيال وأخوه هم من قاموا بارتكاب الجرم، وأنهما من خططا لقتل والديها، وأنها لا تربطها أي علاقة بالجريمة. وفي نفس الوقت اعترف دانيال وأخوه على أنهما قاما بجريمة القتل بناء على طلب سوزانا. وفي الأخير تمت إدانة سوزانا ودانيال بتهمة القتل العمد، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 40 سنة. أما كريستيان فقد حكم عليه ب38 سنة بتهمة التآمر والمشاركة في الجريمة. بعد أن سجنت سوزانا حاولت كثيرا تغيير الحكم، وقامت بالطعن في قرار المحكمة كي تخفف الحكم عنها، ولكن وفي كل مرة كان يرفض طلبها، وهي لحد اليوم تقبع خلف قضبان السجن. وفي سنة 2011 رفع أخوها دعوة قضائية عليها كي يأخذ منها حصتها بالميراث، وقد نجح في ذلك. إلى هنا أعزائي نكون قد أتينا على نهاية هذه القصة الواقعية والتي نستشف منها العديد من العبر. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها، ونضرب لكم موعدا آخر مع قصة واقعية أخرى. فلا تنسوا دعمنا وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.